معايا عبر الهاتف الان واحد من اصحاب انجاز، هو صاحب الانجاز الاكبر يعني، الكابتن الكبير كابتن محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود الصاعد اليوم الى الدوري الممتاز للمره الثانيه. كابتن محمد مكي بيصعد بحرس الحدود للدوري الممتاز. يا كابتن محمد، مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا، والف مليون مبروك. اهلا بيك يا كابتن كريم، طبعا والله يبارك فيك. تحيات بس على كابتننا طبعا الكابتن عبد الظاهر طبعا. حبيبي يا مكي، حبيبي يا كابتن، حبيبي الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. النهارده قلبك وقع كم مره؟ بتاع ثلاثة. لا انا عايزك تقول لي المشهد اللي الناس كلها خدته النهارده وانت تبكي مع كل هذه الضغوط. طبعا البكا اللي انت بكيته طبعاً النهارده دوت، كان احكي لي عن حجم الضغوط اللي كانت عليك طوال الموسم. انا عارف مش المباراه النهارده بس. والله يا كابتن كريم وكابتن عبد الظاهر طبعا عارف، انا هقول لك كويس، احنا مرينا بحاجات كتير جدا السنه دي، جدا جدا يعني. ايقاف قيد، انك ما قدرتش تدعم بشكل كويس، انك ما قدرتش تشتري لعيبه حتى في اول الموسم، الامور الماليه عندنا صعبه جدا، التحفيز المالي والتحفيز المادي كان صعب جدا، بعيد جدا عن الانديه اللي كانت بتنافس معاك في دوري المحترفين، بعيد قوي، مش بعيد مثلا، مش بعيد حتى، بعيد جدا. وانت عارف دلوقتي ان الكره كلها يعني زي ما بيقولوا حاجه صغيره جدا، فاللاعب بيعرف ده بياخد كام وده بياخد في المكافاه كام في الماتش كام، ولما بيلعبك بياخد كام. فالحته التحفيزيه الماديه كانت بعيده جدا، واللي كان مزعل الواحد ان الناس مش عارفه كده، الناس فاكره ان انت بتتعامل حرس حدود نادي كبير واسم كبير ومؤسسه وكل الكلام ده كله، لكن الناس مش عذراك ان انت بتشتغل في اضيق الحدود واضيق الامكانيات. وبتسمع ان انت لا ده عندهم الامكانيات كلها، لا ده عندهم الاستقرار، لا ده عندهم ده عندهم ده عندهم، وانت اسمك كبير وعندك استاد. هو ده اللي عندك، دي الحقيقه اللي عندك في جوه نادي حرس. صحيح. حاجه ثانيه، انت ما قدرتش، اسف، انت ما قدرتش تدفع $50,000 عشان تحل القيد. انت ما اشتريتش لعيب واحد وبقى بيقابلك في خلال الموسم ان انت عندك اكتر من 13 لعيب عقودهم خلصانه. يعني في يناير اللي فات ممكن يكونوا ماضوا في انديه يعني، فانت ازاي هتقدر تخلق له حاجه وتخلق له دوافع انك تلعب؟ يعني الفريق اللي انت طلعت بيه الدوري الممتاز ده النهارده ممكن تلاقي نصه ما بقاش موجود معاك. لا مش ممكن، مش ممكن، هو مش موجود معاك، ممكن يكون لانه كان يحق له انه يتفاوض ويمضي طبعًا في يناير. طبعًا. لما يبقى عندك انت بتلعب بقالك تقريبا 18 ماتش بحارس مرمى واحد، لان الجون بتاعك مصاب بقاله 4 شهور، كل ده ريسك وكل ده محسوب عليك، وكل ده هيطلع في الاخر يقول لك اصل المدرب اللي كان ماسك وانت لسه بتسمي الله وبتبدا حياتك، فكل ده كانت ضغوط ومحدش حاسس بيك ومحدش موجود معاك. فالضغوط كلها اتلخصت تقريبا في اللقطه اللي هي جت ديت، ان انت تعبان سنه وتعبان سنه وسنه كامله، وبعدين كمان بعد ما بتحقق المركز الثالث في دوري المحترفين مع الانديه القويه جدا اللي شغاله، بترجع يحصل دوره ثانيه ولا ترقي ثاني تبدا تلعب فيه، بختك يا بختك برضه، موضوع صعب جدا. كابتن ميكي، انا عايز اسالك اللي قالوا لك كابتن عبد الظاهر اول حاجه قلبك وقع كام مره النهارده، انا عايز اسالك تحديدا على الفرصه الخطيره جدا الانفراد بتاع فريق سبورتنج في قبل نهايه 92. احكي لي انت كنت حاسس بايه في اللحظه دي؟ الراجل رقص الجول هو السته وحطها، المسافه اللي هي الخمسه متر دول اللي هي من 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 جوه السته لحد ما خبطت في العارضه، السنه كل الموسم تعب الموسم كله ده قدام عينيا والله، خلاص ان الحلم خلاص تقريبا مشي. وعايز اقول لك حاجه يا ميكي، هو ده السبب الحقيقي اللي ضيعها. صح، التعب. انا بقول لك يعني انت يا كابتن، انت كنت عذر طبعا، انت حاسس انا قصدي اكيد طبعا، اكيد طبعا. السنه كلها جت قدام ناس في اللحظات دي، وربنا كمان سبحانه وتعالى يروح كرمك بانها المرتده كمان بتاعتك تيجي جول، فطبعا ده فضل من ربنا وكرم من ربنا. كابتن محمد، كابتن محمد، انت مكمل مع حرس الحدود في الدوري الممتاز؟ ما اعرفش والله. ولا مضيت في يناير مع اللعيبه مع نادي اخر؟ لا والله، لا انا مخلص جدا للمكان اللي ببقى فيه. لكن انا بستنى، لان انا ما اقدرش، لان اي حركه من الراجل المسؤول في المكان هيفك منك الفرقه. طلع من كام يوم ان انا خلصت في مكان، جمعت اللعيبه وقعدت معاهم وحلفت، اقسمت لهم واقسمت قسم كبير جدا ما بقسمش بيه كتير، ان انا ما وضيتش في حته وان انا موجود معاكم لحد اخر وقت. الموضوع وادي دجله ده مش حقيقي. بس مفيش حاجه، هي حاجه اتضربت في الميديا ومشيت. فده كان هيفك الفرقه عندي في اوضه اللبس، وبالكاد فك الفرقه في ماتش السويس في اوضه اللبس وخسرته. فكان واجب عليا ان انا ابدا الم تاني الموضوع واقنع اللعيبه وافهمهم واحلف لهم واقسم لهم الحقيقه
ان انا ما مضيتش في. طب كابتن مكي بعيده بعيده لان انا ما كانش ينفع ان انا بقول للعيب انت لازم تستنى ولازم تقاتل على اكل عيشك لاخر يوم حتى لو انت فري، وانا اروح اعمل حاجه عكس اللي انا بقوله. كابتن مش مبدئي. كابتن مكي بعيدا بعيدا عن الفرحه النهارده، هو انتوا ليه تاخرتوا النهارده في النزول لارض الملعب؟ اتاخرنا، شفنا مشهد غريب جدا، اللعيبه سبورتنج واقفين بيقولوا السلام الوطني ومفيش فرقه حرس الحدود. والله ما عندي تبرير ليها. ايه يعني لما نتاخر 3 دقائق او 4 دقائق؟ لا ما بس يعني هو مش المفروض نتاخر يا كابتن مكي، بس في نفس الوقت برضه هو مش المفروض ومش المفروض انك تقول السلام الوطني. اه بالظبط، لازم نستنى. لا ما احنا حاجه يعني. احنا قلنا كده برضه يعني. انت تقدر تنزل عليا العقوبه اللي انت عايزها؟ طب انا قلت كده نص غرم. يعني غرم بس لكن ان انت تقول السلام الوطني وانا لسه ما طلعتش اوضه اللبس. صح، مش موضوع، مش انت ينفع ان انت تقول خصم كذا او غرامه كذا عشان الناس ما تكسبش؟ ده حقك. صح، لكن لا يصح برضو ان انت خاصه كمان ان انت في مؤسسه مهمه ان انت تبدا صلاه. لا عموما اي نادي عشان لعيب مثلا دخل الحمام ولا تربط الجزمه بتاعته، فانت كابتن تبدا كابتن مكي وطن. كابتن مكي الف مليون مبروك، كل واحد فرحان لك تحديدا ربي. والف مليون مبروك لحرس الحدود، واتمنى لك يا رب كل التوفيق في الدوري الممتاز. المدير الفني لفريق حرس الحدود كابتن محمد مكي.